السلام عليكم، نشرة ثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين: 13 قتيلا و67 جريحا من قوات البنيان المرصوص في معارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وقوات البنيان تمشط حي الدولار وتتقدم باتجاه مفرق التي على الطريق العام. مدينة درنا تعيش وضعا إنسانيا صعبا وسط نفاد مخزون الوقود وصعوبة حصول المواطنين على حاجياتهم اليومية. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعرب عن أمله بأن يكون استئناف تصدير النفط بداية لاستعادة البلاد لعافيتها، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يدعو إلى ترسيخ الشفافية في كل ما يتعلق بتصدير النفط الليبي. أهلا بكم. أكد الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة محمد الغصري ارتفاع عدد شهداء قوات البنيان المرصوص إلى 13 شهيدا نتيجة الاشتباكات التي دارت يوم أمس بسرت. وأوضح الغصري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تمكنت من تمشيط حي الدولار بالكامل، إضافة إلى تحقيقها تقدما باتجاه مفرق التي على الطريق العام. وأفاد الناطق باسم غرفة العمليات الخاصة باستمرار الاشتباكات في السرت، لافتا إلى أن المعركة أضحت حرب شوارع وفق تعبيره. وأفاد المستشفى الميداني التابع لعملية البنيان المرصوص بمدينة سرت بأن 67 عنصرا من قوات البنيان أصيبوا خلال اشتباكات الجمعة ضد قوات ما يعرف بتنظيم الدولة. وأوضح المستشفى على صفحته الرسمية أن الجرحى تفاوتت إصاباتهم بين الحرجة والمتوسطة والبسيطة، لافتا إلى أنه قد تم تحويلهم إلى المستشفى المركزي بمدينة مصراتة لتلقي العلاج اللازم. يشار إلى أن المستشفى الميداني كان قد دعا عبر صفحته الرسمية المواطنين إلى التبرع بالدم لسد حاجة المستشفى. قالت غرفة عمليات البنيان المرصوص إن سلاحها الجوي نفذ 9 غارات جوية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الغرفة على صفحتها الرسمية أن الغارات وجهت نحو أهداف مباشرة تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، مشيرة إلى أن القصف طال مواقع وسط المدينة. يشار إلى أن هذه الغارات جاءت بالتزامن مع إحراز قوات البنيان لتقدم جديد في المدينة. هذا وأفاد المركز الإعلامي لقوات عملية البنيان المرصوص بأن قواتهم عثرت على معبر لصناعة وتجهيز المفخخات والألغام في منطقة السواوة كانت تستخدمه قوات ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. إلى درنا الآن، حيث قال مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري إن قوات عملية الكرامة أطلقت سراح 3 شبان من درنا بعد احتجازهم بمنطقة كرسة غرب المدينة. وأوضح المنصوري أن قوات الكرامة كان قد اتهمت مجلس شورى المجاهدين باختطاف الشبان 3، إلا أنه قد تم تحديد مكان احتجازهم ومعرفة هوية المحتجزين لاحقا. وبين مسؤول المكتب الإعلامي أن الشبان 3 اختطفوا عند بوابة كرسة، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. إنسانيا، قال مصدر من داخل درنا إن المدينة تشهد أزمة في الوقود، وذلك بعد نفاد مخزون المدينة خلال الفترة الماضية. وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سيارات المواطنين تصطف في طوابير طويلة أمام المحطات التي تعمل داخل درنا، مشيرا إلى أنه ورغم إعلان رفع الحصار من قبل قوات الكرامة على المدينة، إلا أن شحنات الوقود لا تدخل بالقدر الذي ينهي الأزمة.
هذا وأعرب المواطنون عن خشيتهم من ممارسة المزيد من التعسف عليهم في الحصول على الاحتياجات اليومية، خصوصا مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها قوات الكرامة لرفع الحصار عن المدينة. هذا وقد أفادت مصادر من داخل المدينة بتدهور الوضع المعيشي نتيجة إغلاق معظم الطرق المؤدية إلى درنة ما عدا الطريق الساحلي الواقع تحت سيطرة قوات عملية الكرامة، ويأتي ذلك بالتزامن مع شح السيولة المالية في مصارف المدينة وفق تأكيدات المجلس المحلي لدرنة. المزيد في سياق التقرير. درنة تحاصر طرقها ويضيق الخناق على أهلها في مشهد متكرر رغم كل الاتفاقيات والمناشدات المحلية والأممية برفع المعاناة عن مدنيي درنة. محل المدينة أكد استمرار الحصار المفروض على درنة رغم الوعود برفعه، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخلها. المجلس أوضح أن إغلاق الطرق عرقل دخول شاحنات الوقود والشاحنات الثقيلة التي تحمل الأدوية والسلع التموينية، مشيرا إلى أن النقص الحاصل في مادة الوقود جراء الحصار أجبر بعض المواطنين على التنقل للمناطق المجاورة للحصول عليه. مصدر من داخل المدينة نوه بأن أفراد البوابات الأمنية التابعة لقوات الكرامة استولوا على بعض شحنات المواد الغذائية والطبية، فضلا عن منعهم إدخال بعض المواد الأساسية للمدينة. أمر اضطر سكان درنة على المسير عبر طرق ترابية شرق المدينة للتزود بحاجياتهم الضرورية. القطاع الصحي في المدينة وجه بدوره نداء عاجلا لحل الأزمات التي يعانيها، لافتا إلى أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية. وفي ظل الظروف العصيبة التي تمر بها درنة، ندد المجلس الاجتماعي للمدينة بهذا الحصار، معتبرا أن أعضاء درنة داخل مجلس النواب لا يمثلون المدينة، ومطالبا بإعادة انتخاب ممثلين عنها. درنة رغم هزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة، ما زال شبح الحرب يخيم عليها، وما حصار المدينة وتضييق الخناق على سكانها إلا انعكاس لذلك. في السياق، طالب عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين في مدينة درنة من القصف والترويع من قبل الطائرات الحربية التابعة لقوات الكرامة. وبين الحصادي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما يقوم به خليفة حفتر يهدد السلم الاجتماعي في درنة وضواحيها، مناشدا المجلس الرئاسي ومجلس النواب تحمل مسؤولياتهما تجاه ما تتعرض له المدينة. ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة إلى رفع الحصار عن درنة، مشيرا إلى أن قوات الكرامة منعت دخول الدواء والأغذية وحليب الأطفال والوقود وغاز الطهي والسيولة للمصارف في درنة. معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي. سيد الحصادي، ما موقفكم من الوضع في درنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الوضع في درنة وضع مأساوي ولا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال. بعيدا عن الخلاف السياسي وبعيدا عن الخلافات العسكرية الموجودة في كل ليبيا، لكن أن تجوع مدينة كاملة عدد سكانها أكثر من 120 ألف مواطن فهذه جريمة بكل المقاييس وبكل المعايير، جريمة ضد الإنسانية يعني، وجريمة اجتماعية وجريمة أخلاقية وجريمة قانونية. أنا لا أعتقد، ولو سمحتم لي أن أوجه نداء عبر قناتكم إلى كل الأعيان والمشايخ والعقلاء في برقة وفي ضواحي مدينة درنة أن يتدخلوا لرفع الحصار على مدينة درنة. حقيقة درنة حوصرت مرتين، حوصرت أيام الاستعمار الإيطالي التي بنى صورا على مدينة درنة يسمى الحصار، والآن تحاصر من بعض ميليشيات حفتر الخارجة عن القانون. حقيقة بعيدا كما قلت عن الخلاف السياسي أو الخلاف العسكري، لا يمكن السكوت على تجويع المدينة، لا يمكن السكوت على منع دخول الأدوية والأغذية والسيولة ووقود وغاز الطهي. لا مبرر لما يفعله خليفة حفتر
في مدينة درنة. طيب سيد الحصادي، الآن كل من دعم حفلة الآن على أرض الواقع سيد الحصادي، هناك إغلاق لمعظم الطرق المؤدية إلى درنة ما عدا الطريق الساحلي الواقع فعليا تحت سيطرة قوات عملية الكرامة. إلى أين قد يتجه الوضع الإنساني في درنة في ظل سياسيا عدم حسم موقف حكومة الوفاق من عملية الكرامة؟ ما لم يكن هناك موقف واضح من حكومة الوفاق ويكون موقف واضح للمجتمع الدولي ولبعثة الأمم المتحدة وأيضا لمجلس النواب ستتردى الأوضاع في مدينة درنة. لا يمكن لأهل درنة أن يدفعوا هذه الضريبة الباهظة، درنة التي دفعت ضريبة أيام القذافي من الحصار والتفتيش وغيرها من الممارسات الاستبدادية، ودفعت الضريبة في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، واليوم تدفع الضريبة مرة أخرى. هذا حقيقة شيء كثير وكبير ولا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال. أنا أكرر المناشدة إلى الأعيان وإلى العقلاء وإلى المشايخ في برقة وفي منطقة درنة وضواحيها من مشايخ العبيدات والمربطين أن يكون لهم دور وأن يسجلوا موقفا تاريخيا في فك الحصار على مدينة درنة، ولا ينزلقوا ولا ينجروا إلى مجرم الحرب خليفة حفتر الذي سيعود عليهم كما عاد القذافي علينا جميعا بعد انقلاب 69. هذا الرجل مريض يريد الوصول إلى السلطة بأي حال من الأحوال وسينقلب علينا جميعا. أشكرك جزيلا سيد منصور الحصادي، أكتفي معك بهذا القدر، عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، شكرا جزيلا لك. قال المسؤول العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي وسام بن حميد إن التدخل الفرنسي جاء لإنقاذ عملية الكرامة. وحذر بن حميد في كلمة مصورة نشرت على موقع مركز السرايا للإعلام، حذر ثوار ليبيا من بعض الأطراف التي قال إنها تمثل امتدادا لمشروع عملية الكرامة، داعيا أهالي برقة للتخلي عن هذه العملية، خاصة بعد أن اتضح أنها قامت بإرجاع النظام السابق إلى ليبيا حسب تعبيره. وأشار المسؤول العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي إلى قيام عناصر الأمن الداخلي بقتل عدد من المواطنين ورميهم في مكبات القمامة وفق قوله. دعت لجنة الأزمة بنغازي إلى استمرار التظاهر السلمي حتى توقف العدوان الأجنبي على المدينة، مطالبين القوى الأمنية بعدم ممارسة سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حق التعبير. وشددت لجنة الأزمة في بيان لها على ضرورة تكوين جسم للثوار ضد من وصفوهم بالإرهابيين، سواء ما يعرف بتنظيم الدولة أو الانقلابيين، إلى جانب تكوين واجهة سياسية تمثلهم في أي حوار ليبي. وطالب بيان لجنة الأزمة ببنغازي بتعريف الإرهاب من قبل الفرقاء الليبيين حتى لا يكون مصطلحا فضفاضا وذريعة لمحاربة الثوار. اتفق المجلسان البلديان بنغازي وتورغة على إيقاف مشروع إنشاء وحدات سكنية لنازحي تورغة في بنغازي أو القيام بأي مشروعات داخل الحدود الإدارية لبلدية بنغازي. وأعلن المجلسان في بيان لهما عقب اجتماع ضم الطرفين عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة المشاكل التي تواجه النازحين من تورغة، على رأسها إيجاد مكان مؤقت لمهجري تورغة حتى عودتهم. وكانت وزارة الحكم المحلي بحكومة الأزمة قد اتخذت إجراءات إنشاء وحدات سكنية لنازحي تورغة داخل مدينة بنغازي. أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يوم الخميس في راس لانوف عن استئناف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي. وبالمناسبة أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني عن أمله في أن يكون استئناف تصدير النفط بداية لاستعادة البلاد لعافيتها، موضحا أن جل ما شهدته ليبيا من أزمات هو تداعيات لتراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى حد لا يكاد يفي بالمرتبات والاحتياجات الأساسية للمواطن. كما أرجع الكوني تفاقم أزمة السيولة والارتفاع القياسي في سعر صرف العملة بالسوق الموازية إلى توقف تصدير النفط،
هذا وكشف نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إجراء المجلس الرئاسي لاتصالات مع منظمة أوبك والشركات المعنية بتصدير النفط منذ فترة، وحرصه على إتمام إجراءات عودة التصدير ووضع خطة لتأمين دخول الناقلات. دوليا، طالب المبعوث الأمريكي إلى ليبيا جوناثان وينر بترسيخ مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بتصدير النفط الليبي. وبيّن وينر في تغريدة له عبر تويتر أن عائدات النفط يجب أن يستفيد منها الشعب الليبي، واصفا إياها بالحق المشروع. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن من مدينة راس لانوف استئناف تصدير النفط من الموانئ النفطية بعد مرور أكثر من 3 سنوات على توقف عمليات التصدير. للتعليق معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي محمد الهنجاري. سيد الهنجاري، المجلس الرئاسي إذن لحكومة الوفاق يعلن عن استئناف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ أعتقد أنها خطوة جيدة في تطبيق الاتفاق السياسي الذي حدث في الصخيرات، وهي أحد البنود المهمة، وهو إعادة تصدير النفط كما اتفق عليه في الصخيرات. والآن نشاهد بداية التصدير من الموانئ النفطية التي كانت مغلقة لمدة 3 سنوات والتي كلفت ليبيا أكثر من 100 مليار خسارة، ونعاني منها الآن في الميزانية العامة، والدين العام ارتفع بالنسبة لليبيا. وأعتقد أن هي خطوة هامة جدا، لأن النفط هو الدخل الأحادي أو الريع الوحيد لليبيا، 97% أو أكثر الآن أصبح دخل يتغذى الشعب الليبي ويلبس من النفط. وأعتقد أن عودته هي سوف تكون بادرة طيبة لإعادة ضخ الأموال للخزانة العامة والاحتياطي، وكذلك هبوط سعر ارتفاع قيمة الدينار الليبي، وإعادة تحريك المشاريع التنموية والخدمية والصناعية في ليبيا بشكل أفضل مما قبل. طيب، ولكن هل من خلفية سياسية لهذا الإعلان برأيك؟ هناك خلفيات سياسية خصوصا من المعارضين. المعارضين يرون أن هذا إعادة ضخ المعارضين للاتفاق السياسي، إعادة ضخ النفط هو نجاح للاتفاق السياسي، وبذلك ترسيخ المجلس الرئاسي وزيادة تأييد الشعبي للمجلس الرئاسي. وهؤلاء هم كانوا طامعين في الوصول إلى السلطة، ويرون أن هذا يعني كأنها قنبلة انفجرت في وجوههم ويموتون غيظا من إعادة تصدير النفط، ولا ينظرون إلى مصلحة تحت الشعب الليبي. لا أعرف لماذا يسعون إلى السلطة، إذا يسعون السلطة من أجل مصلحة الليبي، مصلحة الشعب الليبي الآن هي في إعادة تصدير النفط. لو حتى أن الجطران أو أجرم في حق الشعب الليبي يجب أن نتناسى الآن ما قيمة 48 مليون قبضها حرس المنشآت، وهي عبارة عن مرتبات متأخرة ومتقدمة بعد يعني لمدة 2 آخرين. 48 مليون لا تساوي 100 مليار التي خسرناها. لو حتى لو أن في دخل الميزانية الليبية الآن 100 مليار، ربما مليار كوننا به جيش وقضينا على هؤلاء العصابات التي تغلق الموانئ النفطية، وهذه العصابات التي تهرب في مواردنا في النفط، وتهرب في الوقود، وتهرب في البشر، وتهرب في سرعنا يعني. طيب، المجلس الرئاسي قال أيضا أنه أجرى اتصالات مع منظمة أوبك والشركات المعنية بتصدير النفط. هل ترى أن ذلك كفيل بعودة عجلة التصدير إلى سابق عهدها؟ أعتقد أن عجلة التصدير تحتاج إلى وقت لإعادة تشغيل الموانئ، إعادة صيانتها. بعض الموانئ، بعض الحقول آسف، تحتاج إلى إعادة صيانة، كذلك إلى تأمين عودة العاملين، وخصوصا هناك من طردوا من غرب ليبيا من سكان المنطقة الغربية والمراسل المنطقة الغربية، طلبوا من طردوا من قبل وهم على غلتهم خبراء ولهم خبرة طويلة من بعض الذين يشتغلون من
الأصل من سكان المنطقة الشرقية بحجة أنهم هم من قاموا الثورة، هم أولى بالعمل في هذه الحقول أو في هذه المواني، طردوا يجب أن يرجعوا لأعمالهم. هذا الشيء كذلك ربما نحتاج إلى أشهر عديدة، 3 أو 6 أشهر لإعادة ترميم الأنابيب وكذلك الأبار التي كانت متوقفة حتى يصبح الضخ مباشرة من حقل السرير الذي يضخ 120 مليون برميل يوميا، 120 ألف برميل يوميا، يحتاج إلى بعض الأموال للصيانة وإعادة الضخ. كذلك إذن المسألة بشكل عام تحتاج إلى مزيد من الوقت. عذرني سيد الهنجاري ولكن أكتفي معك بهذا القدر. كنت معنا الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي محمد الهنجاري عبر الرقم الاصطناعي من طرابلس. مشاهدينا نشرتنا لازالت متواصلة وفيها بعد الفاصل. خفر السواحل الإيطالي ينقذ نحو 3400 مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الليبية، ومارتن كوبلر يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى أوروبا. ثلاثة عشر قتيلاً وسبعة وستون جريحاً من قوات البنيان المرصوص في معارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت، وقوات البنيان تمشط حي الدولار وتتقدم باتجاه مفرق التي على الطريق العام. مدينة درنة تعيش وضعاً إنسانياً صعباً وسط نفاد مخزون الوقود بالمدينة وصعوبة حصول المواطنين على حاجياتهم اليومية. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعرب عن أمله في أن يكون استئناف تصدير النفط بداية لاستعادة البلاد لعافيتها، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يدعو إلى ترسيخ الشفافية في كل ما يتعلق بتصدير النفط الليبي. أهلا بكم من جديد. تشهد العاصمة طرابلس انتشارا أمنيا كثيفا تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم 89 والقاضي برفع درجة الاستعداد الأمني بطرابلس الكبرى. المزيد في سياق التقرير التالي. تأهب أمني كثيف تشهده العاصمة طرابلس واستعراض للوحدات الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذا للقرار رقم 89 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقاضي برفع درجة الاستعداد الأمني لحفظ أمن العاصمة والمؤسسات الحكومية. إقامة نقاط للتفتيش في شوارع طرابلس الرئيسية أعقبتها زيارة ميدانية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للوحدات المرورية وعدد من المراكز الأمنية بالعاصمة. الغرفة الأمنية المكلفة بتأمين طرابلس الكبرى قالت إن الانتشار الأمني هدفه حماية المواطنين، وإنها قامت بتأمين مظاهرة ميدان الشهداء رغم عدم حصولها على تصريح قانوني للتظاهر. نحن كأجهزة أمنية من أهم مهامنا هو الحفاظ على المواطن وتأمينه، وإن التظاهر من حق المواطنين ووفق القانون يفترض أن يكون في موافقة، ولكن هم مخدوش موافقة، مع هذا لابد من حمايتهم وأن نكفلوا لهم حق التظاهر. في حين قال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي عبد الرحمن الطويل إن الوضع الديمقراطي في البلاد لا يمنع المظاهرات المعارضة، في إشارة منه لتظاهر عشرات المواطنين في ميدان الشهداء أمس الجمعة احتجاجا على التدخل الفرنسي شرق البلاد. وفي ظل الانتشار الأمني نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بتقدم أرتال عسكرية باتجاه مدينة طرابلس عبر طريق المطار، لأن مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية محمد الزوام نفى الأخبار المتداولة قائلا إنها تهدف إلى زعزعة استقرار العاصمة وإن الوضع الأمني في طرابلس مستقر. عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر عن استغرابه من المعلومات التي أخبره بها عميد بلدية صبراتة بشأن جثث المهاجرين غير النظاميين التي تلقيها أمواج البحر على شواطئ المدينة. وطالب كوبلر في تغريدة له على تويتر بضرورة اتخاذ ما وصفها بالإجراءات العاجلة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى أوروبا عبر المتوسط.
وكان فريق من المتطوعين ببلدية صبراتة قد انتشل 41 جثة تعود لمهاجرين قضوا نحبهم غرقا أثناء محاولتهم الإبحار نحو أوروبا، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية صبراتة. هذا وقد أنقذ خفر السواحل الإيطالي أمس الجمعة نحو 3400 مهاجر غير نظامي كانوا على متن 34 مركبا قبالة السواحل الليبية. وبيّن خفر السواحل في بيان له عبر صفحته على تويتر أن قواتهم تمكنت من إنقاذ 1400 مهاجر، في حين جرى إنقاذ الآخرين من قبل سفن إنسانية تابعة لعملية صوفيا البحرية. يشار إلى أن أكثر من 89 ألف مهاجر غير نظامي قد وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ مطلع العام الجاري، بحسب تقرير المفوض السامي الدولي لشؤون المهاجرين. وهذا ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. 13 قتيلا و67 جريحا من قوات البنيان المرصوص في معارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. وقوات البنيان تمشط حي الدولار وتتقدم باتجاه مفرق التي على الطريق العام. مدينة درنا تعيش وضعا إنسانيا صعبا وسط نفاد مخزون الوقود بالمدينة وصعوبة حصول المواطنين على حاجياتهم اليومية. المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعرب عن أمله في أن يكون استئناف تصدير النفط بداية لاستعادة البلاد لعافيتها. والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا يدعو إلى ترسيخ الشفافية في كل ما يتعلق بتصدير النفط الخام. دمتم في أمان الله ورعايته.